بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التعليم الفني التجاري نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. معاكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابقة. مرحبا بكم أبنائنا وبناتنا طلبة الصف الأول التجاري. هنكمل مع حضراتكم باقي منهج محاسبة الصف الأول للترم الثاني. هنتكلم على طول النهاردة على دفتر النقدية التحليلي ذو الخانات الـ3. الجزء اللي قبل كده مشروح موجود في منهج شهر مارس وشهر أبريل، هنكمل بقى المتبقي وهو عبارة عن الآتي: يبقى محاسبة مالية الصف الأول التجاري ترم تاني، دفتر النقدية التحليلي ذو الخانات الـ3. من الاسم حتى الدفتر كده بيقول هو بيحلل مصادر دخول النقدية ومصادر خروجها، اللي احنا هنسميه دلوقتي جانب المقبوضات او جانب المتحصلات وجانب المدفوعات او جانب التسديدات. يلا على بركة الله. هنا بقول دفتر النقدية التحليلي ذو الخانات الـ3 لا تسجل فيه إلا العمليات النقدية فقط. طب نقدية إيه بقى؟ سواء نقدا أو بشيكات، يعني تخص حساب الخزينة أو حساب البنك، عشان كده سموه دفتر النقدية التحليلي اللي هيبين مصادر النقدية اللي داخل الخزينة أو البنك أو خارجة من الخزينة أو البنك، وينقسم إلى جانبين هما: ألف جانب المقبوضات، وده بيكون على اليمين أو اسمه المتحصلات، وتشمل بقى المقبوضات والمتحصلات يعني ما هي المصادر اللي هتدخل لي نقدية لحساب الخزينة أو البنك. واحد ديت يعني بعض من العمليات، قول لي مثلا بدأ أعماله التجارية تمام بإيداع مبلغ كذا في الخزينة وآخر في البنك، حطينا في الخزينة أو في البنك أو الاتنين مع بعض، ده مقبوضات. 2 باع نقدا أو باع بشيك، دي أيضا مقبوضات. بلغت المبيعات النقدية أو بشيكات، دي مقبوضات. 4 حصل كمبيال أو سند إذني، مقبوضات. حصل إيراد عقار، مقبوضات. حصل كوبونات أوراق مالية، أيضا مقبوضات. حصل المستحق على سامي أو على حسين أو على أي شخص، على أي عميل حصل مستحق على سامي بعد السماح له بخصم مبلغ كذا، اللي هو هيبقى خصم مسموح به. وعملية زي دي هتتحط في خانتين: الخزينة أو البنك، وخانة الخصم المسموح به. 8 سحب من الخزينة وأودع البنك، دي بنسمي عملية تحويلات، المليانة تكب على الفاضية، اللي معاه يدي اللي معهوش، ادي دي مش مسحوبات اسمها تحويلات. 9 برضو كل ده في جانب المقبوضات، سحب من البنك وأودع الخزينة تحويلات. كل ما سبق يسجل في جانب المقبوضات. النقط دي هتفيدنا واحنا بنحل اي تمرين. طيب به جانب المدفوعات او التسديدات. المدفوعات او التسديدات طيب وتشمل ايه بقى؟ دي بقى الفلوس اللي خارجه من الخزينه او البنك، أو خارجه بسبب ايه او رايحه فين. 1 شراء بضاعه نقدا او بشيكات. 2 يقول لي مثلا بلغت المشتريات النقديه، كل دي اسمها ايه؟ مدفوعات. يبقى شراء بضاعه نقدا او بشيكات دي ايه؟ في جانب المدفوعات اللي هيبقى على الشمال. بلغت المشتريات النقدية في جانب المدفوعات. بلغت المشتريات بشيكات جانب المدفوعات. 4 شراء أي أصل ثابت. الأصول الثابتة أي أصل ثابت زي الأساس، السيارات، الآلات، سواء نقدا أو بشيكات دي هندفع ثمنها، يبقى دي مدفوعات. 5 سداد أي مصروفات. أي مصروفات زي إيجار المحل، مرتبات الموظفين، سواء نقدا أو بشيكات، ده في جانب المدفوعات. 6 سدد إيجار منزله نقدا، دي مسحوبات برضو في جانب المدفوعات. 7 تمام، بص ركز على أي كلمة فيها سداد أو دفع، خلاص. طيب سداد أهو، أو شراء بضاعة نقدا أو شراء أي أصل ثابت. سداد إيجار منزله نقدا دي مسحوبات في جانب المدفوعات.
سداد قيمة كمبيالة مستحقة نقدا جانب المدفوعات، سداد المستحق لأحد الموردين نقدا والاستفادة من الخصم اللي هو الخصم المكتسب برضو في جانب المدفوعات، يبقى كل ما سبق يسجل في جانب المدفوعات. ده بيان توضيحي تفصيلي لما سوف يتم تسجيله في جانب المقبوضات أو في جانب المدفوعات. طيب، وإحنا بنحل بعض التمارين في ملاحظات هنقولها سريعا كده، ملاحظات هامة عند حل التمارين، ملاحظات هامة عند حل التمارين. لو قال لي بيع بضاعة بخصم نقدي للسداد خلال مهلة، خلال 5 أيام 4 أيام 3 أيام، لا تسجل إلا عملية التحصيل. يعني بعنا النهارده بس ما حصلناش حاجه، يبقى النهارده ما نسجلش حاجه. امال نسجل امتى؟ في اليوم اللي هيتم فيه التحصيل، عشان نشوف اذا كنا هنمنح الخصم المسموح به ولا ما نمنحوش. يبقى بيع بضاعه بخصم نقدي للسداد خلال مهله مده لا تسجل الا عمليه التحصيل، اي في يوم التحصيل وليس البيع. طب افرض العميل سدد في نفس اليوم، يتسجل وندي الخصم المسموح به؟ أو إلا إذا تم البيع والتحصيل في نفس اليوم وتم السماح بالخصم اللي هو الخصم مسموح به. عكسها بقى 2، شراء بضاعة بخصم نقدي للسداد خلال مهلة أو مدة. اشترينا بضاعة بخصم نقدي مثلا 5% للسداد خلال أسبوع، لحد النهارده ما نعرفش اذا كنت هنسدد ولا ما سددتش، يبقى العمليه ديت لا تسجل. امال ايه؟ طب لو سددت في نفس اليوم، لو تم السداد في نفس اليوم خلاص هنسجل. يبقى لا تسجل الا عمليه السداد في تاريخ السداد، اي في يوم السداد وليس الشراء، الا اذا تم الشراء والسداد في نفس اليوم وتم الاستفاده من الخصم اللي هو الخصم المكتسب. النقطه الثالثه، لو تم قطع كمبيالة في البنك، عارفين قطع الكمبيالة يعني بيعها أو خصمها في البنك والحصول على صافي قيمتها، والبنك هيخصم مننا مصاريف الأجيو. طيب، قطع كمبيالة في البنك قيمتها مثلا 15,000 جنيه، وأضاف البنك الصافي للحساب الجاري. كلمة أضاف البنك الصافي للحساب الجاري يعني المبلغ هيتحط في خانة البنك بعد خصم أجيو 500 جنيه، مصاريف القطع للأجيو 500 جنيه، تمام؟ يبقى هيسجل لي الباقي الصافي كام؟ يتم تسجيل 14,500 جنيه في جانب المقبوضات في خانة البنك. طيب، ويتم تسجيل مبلغ 500 جنيه في جانب المدفوعات في خانة البنك اللي اسمها مصاريف الأجيو. 4، بيع بضاعة النصف نقدا والباقي على الحساب لا يسجل الا النصف النقدي فقط. ما انا بقول لك الدفتر اسمه ايه؟ دفتر النقديه التحليلي، وقلنا لا تسجل فيه الا العمليات النقديه فقط سواء نقدا او بشيك. يبقى بيع بضاعه النصف نقدا والباقي على الحساب لا يسجل الا النصف النقدي فقط. 5، طب بيع بضاعه بخصم مقابل السداد الفوري وتم تحصيل القيمه بشيك، هنا يتم احتساب الخصم المسموح به لأنه سدد فورا اهو. آخر نقطة، 6، شراء بضاعة بخصم مقابل السداد الفوري. عكس 5، شراء بضاعة بخصم مقابل السداد الفوري، اشترينا واتفقنا على خصم سددنا في نفس اليوم، يبقى هنستفيد بالخصم وتم سداد القيمة فورا، هنا يتم احتساب الخصم المكتسب. طيب، دي فكرة سريعة كده على دفتر النقدية التحليلي ذو الثلاث خانات أو ذو الخانات الثلاثة. هناخده تمرين شامل نغطي فيه الكلام ده، يلا بينا. ده تمرين على إيه بقى؟ على دفتر النقدية التحليلي ذو الخانات الثلاثة، شامل فيه كل حاجة. طبعا مش هيجي في الامتحان بنفس النقاط دي كلها، إذا أنا عامل لك 14 نقطة ماشي، اللي بيجي منهم بالكتير 7 أو 8، إنما أنا مغطي لك كل حاجة. تمرين، خدوا بالكم معايا، هنقرا التمرين وناخد نقطة نقطة من التمرين، وأنا مصور لكم الحل تحت أهو. الحل أهو، دفتر النقدية التحليلي ذو الثلاث خانات، على اليمين جانب المقبوضات وعلى الشمال جانب المدفوعات. جانب المقبوضات بينقسم إلى ثلاث خانات، عشان كده سموه ذو الثلاث خانات، دفتر النقدية التحليلي ذو الخانات الثلاث أو الثلاث خانات. إيه الثلاث خانات دول؟ الخزينة
والبنك والخصم المسموح به، خزينه وبنك وخصم مسموح به، يعني اي متحصلات اي مقبوضات ان كانت نقدان هتتحط في الخزينه، ان كانت بشيك تتحط في البنك، طب معاهم خصم مسموح به هيتحط في خانه الخصم المسموح به. زي ما جانب المقبوضات 3 خانات، جانب المدفوعات اللي على الشمال اهو برضو 3 خانات، خزينه وبنك وخصم مكتسب. اي حاجه هنشتريها او نسددها او ندفعها من الخزينه يبقى هتتحط في جانب المدفوعات اهو تحت ايه؟ بند الخزينه. طب لو سددتها او دفعتها بشيك هتتحط في خانه البنك. طب وانا بنسدد لو استفدت بالخصم المكتسب تحط في خانه الخصم الايه؟ المكتسب. ادي برضو 3 خانات في جانب المدفوعات. وبعد كده عندي ادي الايه؟ البيان والتاريخ، وهنا البيان والايه؟ والتاريخ. هناخد نقطة نقطة ونشوف هنسجلها ازاي. أول حاجة وأنت بتسجل تركز على إيه؟ هل العملية دي مقبوضات ولا مدفوعات؟ منين؟ من الألفاظ والعمليات اللي أنا شرحتها لكم من شوية. واللي في ما يلي العمليات التي تمت بمحلات أحمد سمير خلال شهر مارس 2020. العملية الأولى في واحد منه، يبقى أنا بناخد التاريخ ده عشان نحطه في خانة التاريخ. في واحد منهم بدأ أعمال التجارية برأس مال 80,000 جنيه، أودع 50,000 جنيه في الخزينة والباقي في البنك. الراجل ده جاب 80,000 جنيه حط في الخزينة 50 والباقي 30,000 حطهم فين؟ في البنك. يبقى تقول لي دي عملية يا أستاذ حسن مقبوضات، يبقى أنا هنيجي في جانب المقبوضات أهو. أهو أنا عندي 3 خانات، أنت حطيت في الخزينة كام؟ 50,000، يبقى ده الخزينة 50,000، طب والباقي ال 30,000 فين؟ في البنك، أو دي 30,000 أهو. جميل؟ فاكرين لما كنت بنعمل قيود يومية في الترم الأول كنت بقول من مذكورين حساب الخزينة 50,000، حساب البنك 30,000، إلى حساب رأس المال. يبقى البيان ده هنا دول إيه؟ مكونات رأس المال، فبنكتب حساب رأس المال. التاريخ كام؟ 1/3. تمام. العملية 2 في 4 منه بلغت المشتريات النقدية 15,000 جنيه. مشتريات نقدية يعني اشترينا ودفعنا. بص دفعنا، يبقى تروح في جانب المدفوعات اهو. المدفوعات اللي كنت بنعمل لها القيد نقول من حساب المشتريات الى حساب الخزينة. يبقى هنا الخزينة هتنقص ب 15,000 اهي في جانب المدفوعات. وادي في البيان حساب الايه؟ المشتريات. التاريخ كام؟ 4/3. طيب في 8 منه، تمام، اللي هو شهر كام؟ قلنا شهر 3 مارس. في 8 منه سدد ايجار المحل 1000 جنيه نقد. سدد، ما انت قلت لنا المدفوعات هي التسديدات، يبقى في جانب المدفوعات اهو 8/3. سدد نقدا يعني الخزينه ناقصت ب 1000، وقلت في البيان حساب الايجار، أكن القيد من حساب الإيجار إلى حساب الخزينة. التاريخ كام؟ 8/3. العملية 4 في 10 منه حصل، أول ما تقول حصل يبقى دي قبض، قبض أو تسلم يبقى جانب مقبوضات. حصل مبلغ 4800 جنيه، 4800 جنيه نقدا، نقدا يعني هتحطه في الخزينة. من مين؟ من سعيد حسن، ده اسم عميل، ماشي، وسمح له بخصم 200 جنيه. يعني هو كان له عند سعيد 5000 جنيه، خلاص؟ كان وعده بخصم، وسعيد استفاد بالخصم، فحصلنا منه 4800 هتتحط في الخزينة اهي. طب وسمح له بخصم 200 جنيه، يبقى خصم مسموح به اهو. والبيان ايه؟ حساب سعيد حسن. انت فاكر القيد كان ايه؟ فاكر القيد كان ايه؟ من مذكورين، حساب الخزينة 4800 وحساب الخصم المسموح ب 200 الى حساب سعيد مين؟ حسن. طيب تاريخ كام دي؟ 10/3. في 12 منه اللي هو 12/3 بلغت المبيعات النقديه 30,000 جنيه، مبيعات نقديه يعني بعنا وخدنا الفلوس، هنحطها في جانب الايه؟ المقبوضات 30,000 جنيه، ادي 30,000 جنيه اهي باسم حساب الايه؟ المبيعات. التاريخ 12/3. في 14 منه، ركز على دي شوية، سحب من البنك مبلغ 8,000 جنيه أودعهم الخزينة. اوعك تفكر مجرد انه قال كلمة سحب تبقى دي مسحوبات، لا، دي اسمها تحويلات، اللي هي المليانة تكب على الفاضية. أخذ من حسابه الجاري اللي في البنك سحب 8,000 جنيه أودعهم فين؟ الخزينة.
يبقى الخزينة هنا زادت والبنك ماله نقص، تمام كده؟ فأنا هنحط في الخزينة 8000 جنيه ونسميها حساب البنك اللي هي إيه؟ تحويلات. طيب والتاريخ كام دي؟ 14/3. العملية 7 في 16 منه سدد إلى مصطفى فؤاد، سدد يبقى جانب المدفوعات. خلاص؟ سدد إلى مصطفى فؤاد مبلغ 3000 جنيه، مش كده؟ طيب بشيك 3000 جنيه بشيك أهي، وسمح له مصطفى بخصم كام؟ 200 جنيه. يعني أكننا كان علينا المصطفى 4000 جنيه. لا 3200، كان علينا المصطفى 3200. سددنا له بشيك 3000 وكسبنا استفدنا بخصم ايه؟ مكتسب 200 جنيه. سدد يبقى دي جانب الايه؟ المدفوعات. طيب انا سددت له بشيك، يبقى دي حساب البنك ناقص ب 3000 جنيه اهو، واستفدت بخصم مكتسب 200 جنيه اللي كنت بقولها ايه؟ كنت بقول لك ايه؟ من حساب مصطفى فؤاد الى مذكورين، حساب البنك والخصم المكتسب 16/3. في 18 منه حصل، اول ما تقول لي حصل يبقى مقبوضات، حصل ايراد عقار 6000 جنيه بشيك، ال 6000 هيتحطوا في البنك اهو، ادي 6000 اهوت اتحطوا في البنك، والبيان كتبت حساب ايراد ايه؟ عقار. التاريخ 18/3. العمليه 9 في 20 منه حصل كمبيالات قيمتها 5000 جنيه بشيكات اودعت البنك، حصل كمبيالات قيمتها 5000 جنيه بشيكات اودعت الايه؟ البنك. يبقى ديت جانب المقبوضات. انت قلت حصل اهو 5000 جنيه وسميتها حساب اوراق القبض اتحطت في البنك. التاريخ 20/3. طيب نمرة 10 في 22 منه اشترى بضاعة من محمد كامل بمبلغ، وركز على النقطة دي قوي، اشترى بضاعة من محمد كامل مبلغ كام؟ 30000 جنيه بخصم نقدي 5% للسداد خلال 5 أيام. اشترينا واتفقنا مع محمد كامل خلاص ان احنا هناخد منه خصم 5% لو سددنا خلال 5 أيام. هل العملية دي احنا سددنا حاجة؟ لا، ما اعرفش اذا كنا هنسدد ونستفيد بالخصم ولا لا، عشان كده العمليه دي مش هتتسجل في دفتر النقديه التحليلي. نستنى بقى اليوم السداد، وبص ده انا كاتب عليها ملحوظه، العمليه دي كام؟ 10، اللي هي في تاريخ كام؟ 22 منهم. ملاحظات على حل التمرين السابق. العمليه رقم 10 بتاريخ 22/3 لا تسجل لانه لم يتم عمليه سداد بعد. خلاص؟ طب ما هتسجل امتى؟ هنشوف. نيجي بقى 11 في 24 منه باع بضاعة إلى إسلام الصافي بمبلغ 20000 جنيه بخصم 4%، ده خصم نقدي يا جماعة طالما هيجي وراه مدة. في 24 منه باع بضاعة إلى إسلام الصافي بمبلغ 20000 جنيه بخصم 4% للسداد خلال 4 أيام، ديت زي أختها اللي قبلها، بعنا واتفقنا مع إسلام الصافي لو جه يدفع خلال 4 أيام هنبقى يومها هنقسم له كام؟ 4%. يبقى اخرى العمليه ديت ما تتسجلش لان لسه ما تمش عمليه تحصيل. بص معايا كمان، قلت بقى ايه؟ 2 هنا الملحوظه دي، العمليه رقم 11 بتاريخ 24/3 لا تسجل لانه لم تتم عمليه تحصيل بعد. امال هتسجل امتى؟ هنشوف. طيب 12 في 26 منه سدده لمحمد كامل المستحق له بشيك. قول لي تعالى لي بقى، مش كده؟ ادي في 26 منه، هو كان شاري من محمد كامل امتى؟ يوم 22. ايوه اهو شاري منه ب 30000 جنيه خلاص، ومحمد كامل وعده بخصم نقدي كام؟ 5% لو سدد خلال 5 ايام. يبقى هو معاه من يوم 23 لحد يوم 28، لو سدد خلالهم هيستفيد بالخصم النقدي 5%، هو سدد يوم كام؟ 26، يبقى هيستفيد ويكسب الخصم. يبقى انا هنيجي نضرب 30000 في 5 على 100 هتطلع زي ما تطلع، 30000 في 5 على 100 تطلع مثلا 1500 جنيه، تمام كده؟ يبقى هو هيكسب 1500 جنيه نتيجه استفادته بالخصم النقدي ويدفع 28500. ده الكلام ده في جانب الايه؟ في جانب الايه؟ المدفوعات. يبقى العمليه 12 اللي هي في 26 منه سدد لمحمد كامل المستحق له بشيك،
طيب دي في كام انت قلت؟ 26. اهو 26. البنك هينقص ب 28,500، والخصم المكتسب اهو داين هيزيد ب 1500. وادي حساب محمد كامل، فكأن القيد من حساب محمد كامل الى مذكورين، البنك وخصم مكتسب. تمام، شوف دي بقى كده جميل جدا. كنت بقول في العملية 10 دي اهي، وانما تسجل عملية رقم 12 ماشي، اللي هي عملية السداد الفعلي بتاريخهم 26/3. طيب 13، في 27 منهم حصل المستحق على اسلام الصافي نقدا. طب واسلام الصافي دي كان بيع له امتى؟ كان بيع له اهو يوم كام؟ 24. خلاص باع له ب 20,000 جنيه، ووعده بخصم 4% لو سدد خلال كام؟ 4 ايام. يبقى معاه لحد يوم 29 ماشي، هو سدد يوم كام؟ 27. يبقى معنى ذلك اسلام ده هيستفيد بالخصم. انا كنت بايع له ب 20,000 جنيه، هنديله خصم كام؟ 4%، يعني 20,000 في 4 على 100 هتطلع 800 جنيه، وناخد منه 19,000 جنيه و200 فقط. خلاص كده؟ يبقى في 27 منه دي تكمله العمليه رقم 11. يبقى 13 دي، ما انا قلت 11 مش هتسجل، اما 13 اليوم اللي حصلنا فيه هتتسجل، وحصل يبقى بجانب المقبوضات. يبقى انا ادي 27/3 حطيت في الخزينه 19,200، وحطيت في الخصم مسموح بيه كام؟ 800. خلاص؟ طيب اخر عمليه في 29 منه سدد نقدا. سدد يبقى بجانب المدفوعات. سدد نقدا ايه؟ 5,000 جنيه اجور العاملين. يبقى انا هروح في جانب المدفوعات اخر تاريخ اهو 29/3، هنطلع من الخزينه 5,000 جنيه، ادي جانب المدفوعات، يبقى الخزينه ناقصت، يبقى اصبحت ايه؟ دينه. وادي حساب اجور العاملين، يبقى كنا من حساب اجور العاملين الى حساب الخزينه. خلصت انا ورحلت كل العمليات، هنيجي بقى ايه؟ نجمع، نرصد او نجمع. هنجمع هنا جانب الخزينه، هنجمع ال 50,000 وال 4,800 وال 30,000 وال 8,000 وال 19,200، عاملين 112,000. كذلك هنجمع البنك 30,000، ودي 6,000، ودي 5,000، 41,000. هنجمع ايه؟ خانه الخصم المسموح به، ادي 200 و 800 كام؟ 1000. ركزوا دول بتوع جانب الايه؟ المقبوضات. هنعمل زيها في جانب المدفوعات. هنجمع الخزينه ادي 15,000، ودي 1000، ادي 16، وادي 5، 21,000. هنجمع البنك ادي 3,000، ودي 28,500، يبقى 31,500. هنجمع الخصم المكتسب 200، ودي 1,500، يبقى 1,700. جميل؟ جميل. رحلت الضفدع النقدية التحليلي؟ ايوه، هو كان طالب يبقى شوف المطلوب اثبات العمليات السابقه في دفتر النقديه ذو الخانات الثلاث. اهو ادي دفتر النقديه التحليلي ذو الثلاث خانات او الخانات الثلاث. طالب اتنين بقى ايه؟ اجراء قيود اليوميه المركزيه. اجراء قيود اليوميه الايه؟ المركزيه. ركز بقى معايا، هنعمل قيود اليوميه المركزيه ازاي؟ هناخد الاول جانب المقبوضات. المقبوضات هناخد الثلاث حسابات دول، الخزينه والبنك والخصم المسموح به بالمبالغ اللي هو مجموعه تحتها اهو. طب وبعد كده بقى بص معايا نعمل ايه؟ هننقي الحسابات او الاسماء اللي هي موجوده في خانه البيان، وقدام كل مسمى قدام كل حساب المبلغ بتاعه. طيب بص يا سيدي، ادي قيود اليوميه المركزيه، واحد تسجيل المقبوضات وجانب المقبوضات بقول له من مذكورين. منين؟ من مذكورين. الخزينه بكام؟ تقول لي 112,000. طب والبنك بكام؟ ب 41,000. طب والخصم المسموح بكام؟ 1000. اهو لحد كده جميل؟ جميل. الى مذكورين، تعال بقى نجيب مذكورين دي منين؟ الحسابات دي كلها تاخدها واحده واحده. الى مذكورين راس المال اهو مجموعه كله هناك 80,000 جنيه. يبقى الى مذكورين حساب راس المال 80,000 جنيه. جميل. دي اسمها ايه؟ سعيد حسن، اللي هم اسمهم حساب العملاء او المدينين. طيب ماشي معايا؟ اجمعهم كده تقول لي 4,800 زاد 200 ادي 5,000. يبقى حساب المدينين اللي هو سعيد حسين ادي 5,000. طيب بعدها حساب ايه؟ المبيعات. المبيعات بكام؟ 30,000 جنيه. انا بناخد واحد حسابها، خلصت راس المال، دخلت على سعيد حسن اللي هم المدينين، دخلت على المبيعات.
المبيعات بكام؟ 30,000 جنيه. ادي ال 30,000 جنيه، انزل معايا في حساب البنك اللي عندها تحويلات. حساب البنك تحويلات، المبلغ اللي في قصاده كام؟ 8,000 جنيه. طيب هنا حساب ايه؟ ايراد عقار، اهو ايراد عقار، المبلغ اللي في قصاده كام؟ 6,000. اهو حساب اوراق قبض، ادي اوراق القبض، المبلغ اللي في وشها كام؟ ها قلت لي كام؟ 5,000 جنيه، ادي 5,000 جنيه. اخر حاجه اسلام الصافي، حساب اسلام الصافي ده مديني، المبلغ اللي قدامه ايه؟ تجمع لي 19,200 زائد 800 يبقى 20,000 جنيه. جميل، يبقى عملت تلقين اهو من مذكورين الخزينه والبنك وخصم مسموح به الى كل دولي. في حته جميله بقى عشان تتاكد انك حلك صح ولا خطا، ايه هو يا استاذ حسن؟ ان لازم وحتما ولابد مجموع الثلاث خانات دولي اللي هي الخزينه والبنك والخصم المسموح به، المجموع بتاع دولي لازم يساوي مجموع كل الحسابات دي. يبقى انت بتيجي بره هتجمع 112 ودي 41 ودي 1000، شوفهم يعملوا كام. اجمع المبالغ دي كلها شوفهم يعملوا كام، لازم مجموع الثلاث حسابات دولي يساوي مجموع الحسابات دي كلها. طيب ندخل بقى على قيد اليومية المركزية، تسجيل جانب الايه؟ المدفوعات. المدفوعات انت كنت بتقولي في المقبوضات الخزينة والبنك والخصم مسموح به حسابات مدينة، عشان كده قلت من مذكورين. طب في جانب المدفوعات، لا دي الخزينة والبنك والخصم المكتسب حسابات دائنة، يعني هتنزل تحت، يبقى مطلوب مني ان انا نبدأ بايه؟ بالحسابات اللي هي المدينة دي اللي هي في خانة البيان، اللي هي المشتريات، الإيجار، مصطفى فؤاد، محمد كامل، أجور العاملين. يبقى القيد من مذكورين، حساب المشتريات أدي 15,000 جنيه، حساب الإيجار 1,000 جنيه، حساب الدائنين بقى، أيوة الناس اللي أنا بندفع لهم اللي هم اسمهم الموردين أو الدائنين. أنا عندي مين هنا؟ مصطفى فؤاد، وفي واحد تاني اسمه محمد كامل جاي أهو، تعالى خد واحد واحد. حساب الدائنين مصطفى فؤاد، أدي 3,000 وأدي 200، يبقى 3,200. حساب الدائنين محمد كامل 30,000 جنيه، اللي هي 28,500 زائد 1,500 30,000. آخر حاجة حساب أجور العاملين، أدي 5,000 جنيه، أجور العاملين 5,000. خلصت الحسابات المدينة دي أهي، قلت من مذكورين، يبقى إلى مذكورين، إلى مذكورين الخزينة بكام؟ 21,000 جنيه. جبتها منين؟ المجموعة التحتاني ده أهو. حساب البنك 31,500 اللي هو مجموع البنك 31,500. حساب خصم مكتسب 1,700 جنيه، اهو 1,700 جنيه. تمام. طيب بكده نكون انهينا دفتر النقديه التحليلي ذو الخانات الثلاثه، وده سؤال يا جماعه، سؤال بيجي في الامتحان، شرحناه على اكمل وجه. كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إيدتكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابق. نترككم في معية الله وأمنه.